من هؤلاء تعتبروه انسلخ عن هويته؟ تحت عنوان تحديات الهوية أمام الشباب المسلم، قدم الدكتور والمفكر العربي طارق سويدان محاضرة في مدينة اسطنبول التركية، حضرها حشد كبير من أبناء الجاليات العربية. المحاضرة التي نظمها المنتدى العالمي للفكر والثقافة تناولت تعريفا لمفهوم الهوية وعناصرها الأساسية كالدين واللغة والتاريخ والنوع والعرق. أرجو أن كل واحد فيكم يفكر ماذا يمكن أن أقدم لأمتي، كيف أنهض بأمتي، كيف أكون جزءا من الحل، كيف أكون مساهما في نهضتها. فخذوا الكتاب بقوة، يعني إذا كنت طلبة فادرسوا دراسة جادة وخذوا العلم بقوة وابتعدوا حشاكم عن الغش وأمثالها، لأن هذا لا ينهض بأمة. كيف حتصرف؟ بناء على هويتك يبقى المعارف. المحاضرة ناقشت الهوية الجامعة التي صاغها الإسلام لأتباعه، والتي تستوعب الهويات الفرعية في إطار جامع يسمح بتعدد الانتماءات الإثنية والقومية والحزبية والمذهبية، كما طرحت أبرز معالم استهداف شباب اليوم وتهديد هويتهم. أهمية هذه المحاضرة هي حقيقة في ظل تغييب أو تغريب الهوية والمحاولات الحثيثة لكسر هذه المعاني أو لتذويب هذه المعاني في قلوب الشباب، كان لابد من مثل هذه المحاضرات لتثبيت معنى الهوية والتمسك بها ومعرفة التحديات ومواجهة هذه التحديات ووسائلها وأساليبها. ما هي هذه التحديات وكيف يمكننا أيضا في الإعلام أن نواجهها؟ فكان لابد أن نستمع لما هي مكونات الهوية وما هي عناصر الهوية وما هي مظاهر الهوية، لأن جزء كبير يقع على عاتقنا في وسائل الإعلام أن نحاول أن نحافظ أو نساهم في المحافظة على هذه الهوية. لكن عندما أجلس على الكرسي وأستريح لابد أن يكون له مسند. لم تعد الخطابات المجردة والطرائق التربوية التقليدية كافية في سد الاحتياجات، مما يزيد أهمية المحاضرات التفاعلية وخاصة لشريحة الشباب في ظل التزاحم الكبير بالمعلومات على وسائل الإعلام وخاصة المغلوطة منها، وما تحمله في أحيان كثيرة من مفاهيم خاطئة أو معلومات مجتزأة.